بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إذا ضممته إلى قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسأضرب لكم مثلا من أنفسكم: غدوتم إلى المسجد باختيارك، وأتيتم إلى المسجد مررتم على أماكن، وبين بيتك أو بين موقف سيارتك إلى المسجد خطوت خطوات مشيت. لو عدت الآن تبحث عن خطواتك وآثارك لم تجدها، إما للريح، إما وطئها غيرك، إما زالت، إما تغيرت. فالريح تمحو آثار خطى بني آدم، لكنها لا تستطيع أن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله. هذا معنى قول الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإن دعتك نفسك إلى الكسل وأنت تسمع المؤذن فأخبرها بيقين أن الملك الذي على اليمين يكتب أثار هذه الخطوات إذا أردت بذهابك إلى المسجد إرضاء رب البريات جل جلاله. وأنت غاد إلى مسجدك، مسجد حيك، مع صلاة الفجر استصحب أن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه. ولهذا قال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والشاهد منه أن الله جل وعلا يحفظ لعباده أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة ويربيها لهم كالصدقة مثلا، كما يربي أحدكم فلوة، والفلو الخيل المهر، وإنما سمي فلوا لأنه يزداد ينمو يكبر سريعا. فكذلك الصدقة على وجه الخصوص تربى للعبد فيجدها الإنسان أمامه، في حين أن زينة الدنيا الأولى المذكورة في الآية المال والبنون فإن طبعها كتب الله عليها الفناء. لكن متى يستطيع الإنسان أن يجعل من المال والبنين من الباقيات الصالحات؟ إذا كان أنفق من ماله وحسن به أن يربي أبناءه وبناته، وإن كان البنات غير مذكورين في الآية، أن يربي أبناءه على طاعة الله. فإذا كان العبد ما جمعه من مال ينفقه يبتغي بذلك رضوان الله، فأصبح المال خارجا عن كونه من زينة الدنيا إلى كونه من الباقيات الصالحات. والابن إن تعاهدته بأن تحفظه القرآن، تعلمه السنة، تدله على الخير، ترشده إلى الطاعة، فهذا كله يجعله يخرج من كونه من زينة الدنيا إلى كونه من الباقيات الصالحات. قال أصدق القائلين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا كله يورث في المؤمن أن يسارع في الخيرات، ينافس في الطاعات، يسابق بها. وأما زينة الدنيا فإن الإنسان يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، فيما يحفظ عليه عرضه، فيما يحفظ عليه مروءته، يتقرب بها إلى قرابته، يتقرب بها إلى من يؤذيه، يلجم بها أفواه حاسد، يهدي إلى من يشاء. هذا أمر لا ينافي أن يكون للمرء